مساء الخير جميعا، اهلا وسهلا بكم في our course for this semester which is called Applied Information Systems او نظم المعلومات التطبيقيه. طبعا this course is for level 3 students او طلاب المستوى الثالث credit hour systems، الطلبه اللي اخذوا معانا minor سوسيو كومبيوتينج او انضموا للديبارتمنت اوف سوسيو كومبيوتينج. طبعا في البدايه انا حابه ارحب بيكم وحابه اهنيكم على اختياركم للماينر، لانه فعلا تخصص من وجهه نظري، طبعا انا مش عايزه يبقى شكلي متحيز يعني وانا بتكلم، لكن من وجهه نظري الشخصيه هو ده تخصص المستقبل، يعني مش بس الابلايد انفورميشن سيستمز، لكن احنا بنتكلم على الماينر اوف سوسيو كومبيوتينج which is an interdisciplinary field between social sciences and computer science. ففي بوينت بس مهمه كده احنا عايزين ناكد عليها، هي فكره ان احنا طبعا مش كمبيوتر ساينس او بيور كمبيوتر ساينس، لكن احنا mainly social scientists او احنا ناس متخصصة في العلوم الاجتماعية بوجه عام، اللي هي بتشمل الإيكونومكس and the political science. So mainly we are social scientists, but we use some methodology or some technique which is the computational approach or the computational paradigm in general in order to study social sciences and in order to understand social phenomena and the complexity of these social phenomena. طبعا حضراتكم درستوا في المستوى الأول والمستوى الثاني Introduction to Socio-Computing or Socio-Computing 1 and Socio-Computing 2، and I think إن حضراتكم عندكم فكرة بالميثودولوجي أو الأبروتش أو البارادايم اللي إحنا بنتكلم فيه. كلمة بارادايم طبعا يعني way of thinking أو طريقة تفكير، فإحنا بنتكلم على a totally new way of thinking and it's also a totally different way of thinking which is how to analyze and redesign the social phenomena into a form that can be computerized، أو إزاي أعمل analysis أو تحليل وإعادة تصميم للظواهر الاجتماعية في شكل ينفع يبقى ممثل على الكمبيوتر، وبالتالي أقدر أستخدم الكمبيوتر والتقنيات بتاعته أو الفاسيليتيز اللي موجودة أو الإمكانيات بتاعته في إن أنا أقدر أعمل أناليسز للواقع أو أحاكي الواقع عشان أقدر أفهمه، عشان أقدر أتنبأ بيه، وبالتالي أقدر أتحكم فيه وابقى عارف الفيوتشر سيناريوز اللي ممكن تحصل هي ايه. مش هتكلم في كتير في ده لان انتم المفروض اوريدي درستوا ده على مدار تو سيمسترز يعني، وبالتالي تو سبجكتس او تو كورسز، لكن طالما اخترتوا ان انتم يبقى التخصص الدقيق بتاعكم او الماينر هو السوسيو كومبيوتينج، فانا بس كنت حابه اقول لكم يعني ان انا سعيده بده اولا. ثانيا لازم نبقى فاهمين انه كلمة ماينر معناها تخصص دقيق. يعني ايه تخصص دقيق بالعربي؟ يعني حضرتك مثلا الميجر بتاعك ايكونومكس، فانت التخصص العام بتاعك هو اقتصاد، لكن الماينر يعني التخصص الدقيق جوه الاقتصاد هو الحوسبة الاجتماعية. يعني ايه؟ يعني انا هستخدم الميثودولوجيز والابروتشز اللي موجودة جوه السوسيو كومبيوتينج علشان أعمل دراسات اقتصادية أو علشان أعمل أبحاث اقتصادية، وبالتالي based on the results اللي هتطلع أقدر أخد decisions وبالتالي أقدر أعمل policies مثلا. نفس القصة في العلوم السياسية، أنا major political science لكن minor socio computing، ده معناها أن أنا بطوع التكنيكس بتاعت السوسيو كومبيوتينج in order to serve my major research interest which is political science. يعني أنا إزاي بطوع تقنيات الكمبيوتر ساينس علشان أقدر أخدم بيها البحث بتاعي أو الريسيرش انترست أو الاهتمام البحثي بتاعي في العلوم السياسية. فكلمة سوسيو كومبيوتينج انها ماينر، ده معناها ان ده التخصص الدقيق بتاع حضرتك، ده مش معناها انه تخصص رقم اتنين.
لا انت متخصص، انت باحث في العلوم السياسيه، ولكن تخصصك الدقيق داخل العلوم السياسيه هو السوسيو كومبيوتينج. وكذلك انت باحث في العلوم الاقتصاديه، ولكن تخصصك الدقيق داخل العلوم الاقتصاديه هو السوسيو كومبيوتينج. طيب زي ما قلت لكم، في طرق كتير اقدر استخدم بيها السوسيو كومبيوتينج in order to model reality. الاساس عندي هو ان انا how to model the social phenomena، سواء الeconomic phenomena or political phenomena، both of them are social phenomena، سواء الظاهرة الاقتصادية أو الظاهرة السياسية، كلها ظواهر اجتماعية. وإحنا اتفقنا إنه social phenomena is a very complex phenomena، يعني ظاهرة معقدة، وبالتالي عشان أفهمها أنا محتاج تقنيات مختلفة أو محتاج منهجيات مختلفة، محتاج تموديل أو إزاي أعمل نموذج من الظاهرة دي على الكمبيوتر علشان أقدر أتست بعض الأسامبشنز مثلا أو الهايبوثيسز، عشان أقدر أبيلد كونكلوجنز، عشان أقدر to make decisions، عشان أقدر to make predictions for example. يعني عندنا حاجات كتير جدا. طيب how to model، يعني الأساس عندي هو فكرة الموديلينج، how to model the social phenomena، إزاي أقدر أنمذج الظاهرة الاجتماعية. There are several types of models for social phenomena. One type of these models is called information systems، وده اللي احنا هنتكلم عنه السامستر ده. فطبعا هتلاقوا المواد الخاصة بالماينر، هتلاقوا مثلا مادة زي بتاعت السامستر اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو applied information systems، انه how to model social phenomena using data models، and based on these data models we build information systems. يعني انا ازاي بعمل data model، ومن الداتا موديل ببني نظام معلومات، ولكن الأهم عندي من ده كله هو الابليكيشنز، how to apply these methods and how to apply these data models and these methodologies and this and the resulting information systems in order to enhance our understanding for the social phenomena. ازاي اطبق. فأنا بأكد تاني إنه السمستر ده أهم حاجة فيه بالنسبة لي أنا شخصياً، اللي أنا هبقى بتعامل مع حضرتك من خلالها واللي أنا هحاسبك برضو عليها، هي فكرة how to apply these concepts. حضرتك من حقك وانت بتدرس معايا إن أنا أزودك بالبيزك concepts، بالمفاهيم الأساسية، أزودك بالبيزك سكيلز، بالمهارات الأساسية اللي تمكنك من إنك to build an information system and to build a data model. ده الأساس. أوكي أنا هعمل ده، أو إن إحنا هنحاول خلال السمستر إن إحنا نزود حضراتكم بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بنظم المعلومات والمهارات الأساسية اللي تمكنك من بناء information system أو نظام معلومات. بس ده ليه؟ مش عشان يبقى عندي مفاهيم ومهارات فقط، لكن in order to use these concepts and to use these skills and to use this knowledge in order to apply what you have studied in information system and to produce a real information system. ده كده باختصار ايه هي المادة بتاعتنا او احنا هنتكلم في ايه خلال السيمستر ده. طيب تعالوا بقى ننزل شوية بالتفصيل، نبص كده على السيلابس بتاعنا، احنا هندرس ايه مع بعض. احنا زي ما قلت النهاردة احنا مجرد لسه في الليكتشر 1، لكن تعالوا نشوف كده بقية الليكتشرز بتاعت السيمستر، او يعتبر دي مش ليكتشر 1، يعني انا عايز اقول ان دي تعتبر introductory lecture، يعني هي مش محسوبة في lectures اللي جايين، لكن هي introductory lectures كده عشان نتفق مع بعض هنعمل ايه خلال السمستر ده ان شاء الله. طيب السمستر مكون من 20 lectures او 20 محاضرة. The first lecture we will discuss the concept of information systems او مفهوم نظم المعلومات. So we will take a brief introduction to information systems and what we mean by information systems. يعني ايه نظم معلومات، واحنا لما بنقول كلمة نظم معلومات بنقصد بيها ايه. كتير قوي تسمعوا كلمة IT مثلا، يعني هل انا عشان انا درست نظم معلومات ابقى بتاع IT؟ وايه علاقة الـ IT بالـ IS؟ يعني ايه علاقة نظم المعلومات بالـ IT؟
دي قصص كتيرة جداً ومفاهيم مغلوطة كتيرة جداً. هنحاول إن احنا نشيل الميسكونسبشنز دي خلال المحاضرة الأولى إن شاء الله. في لكتشر 2 هنتكلم على الـ importance of information systems in studying social behavior and in studying social phenomena. فهيبقى عنوان المحاضرة importance of information systems in social sciences أو أهمية نظم المعلومات في العلوم الاجتماعية. ليه مهم ان انا ادرس information systems طالما حضرتك بتقولي ان احنا social scientists؟ يعني احنا بالاساس علماء او باحثين متخصصين في العلوم الاجتماعية. طيب لما حضرتك باحث متخصص في العلوم الاجتماعية هستفيد انا ايه بالinformation system؟ ايه اهمية ان انا ابقى بعرف ابني ابيلد data model and ابيلد information system لباحث في العلوم الاجتماعية؟ أنا واحد بيدرس علوم اجتماعية، إيه أهمية الكلام ده بالنسبة لي؟ So this will be discussed in lecture 2. Lectures 3 and 4 we will be discussing the components of information systems. Any information system is composed of basic 4 components, which are people. The first component of any information system is people. Technology is another component. Processes and the procedures is the third component, and data are the fourth component. فاحنا في two lectures اللي هم lecture 3 و lecture 4 هنتعرف على مكونات ال information systems، وبنقول ان احنا عندنا اربع مكونات اساسية. people البني ادمين هم مكون، على فكرة يعني ما نقولش مش عشان هو نظام معلومات فهو ما فيش بشر بيشتغلوا فيه خالص. البني أدمين هما مكون أساسي من مكونات information system، وبرضو ما فيش information system without people، لكن كمان ما فيش information system without technology. وهنا هنتكلم على information technology، specific type of technology which is information technology اللي انتوا بتسمعوا عنها كلمة IT اللي احنا هنوضحها أكتر في lecture 1، لكن كمان في lecture 3 هنتكلم على الـ different types of technologies اللي احنا ممكن نكون بنستخدمهم كـ basic component of information systems. In lecture 4 هنكمل the other two components of information systems, which are processes or procedures or business processes inside any organization or inside any system, and the data. ففي المكونين الثالث والرابع اللي احنا هندرسهم في الليكتشر 4 احنا هنتكلم على العمليات. يعني ايه العمليات؟ يعني لو احنا بنموديل سوشيال سيستم فاكيد في بروسيسز في الريال لايف بتتم في السوشيال سيستم ده. طب هاو تو موديل ذيس بروسيسز ان ان انفورميشن سيستم ان اوردر تو موديل ذا اوفر اول سوشيال سيستم؟ ده اللي احنا هندرسه في المحاضره الرابعه. وكمان في مكون أساسي من غير المكون الرابع ده برضو ما يبقاش عندي information system which is data and database. هو أصلاً information system يعني إيه؟ يعني نظام معلومات. طب هو بيجيب المعلومات منين؟ من data. فما فيش information system في الدنيا من غير database. فإحنا عايزين بس نتفق إنه ما فيش information system without people، ما فيهوش بشر. ما فيش information system without technology، وهنشوف ايه different types of technologies المستخدمة في information systems. مفيش information system من غير processes أو عمليات اللي هي بتحاكي البروسيجرز اللي موجودة على أرض الواقع والإجراءات اللي موجودة على أرض الواقع. إزاي أحاكي البروسيجرز دي في شكل business processes هتتحط على information system بتاعي؟ وأخيراً مفيش information system من غير data and databases, or how to organize these data into databases and how to extract needed information from these databases. دول أول 4 lectures اللي هم هنتعامل فيهم في الأسبوعين الأولانيين من الدراسة. Lecture 5 هنبتدي بقى نتكلم على system development life cycle. In order to create an information system or in order to build an information system, I must pass by 4 phases. هنتعرف على ايه هم الاربع مراحل لانتاج information system او لانتاج system in general. فsystem development life cycle هي دورة حياة، يعني اربع مراحل بيعيدوا نفسهم تاني زي loop كده.
فإيه هما الأربع مراحل دول، من الأناليسز للديزاين للتطبيق أو الإمبلمنتيشن لحد التستينج، والتستينج ممكن يرجعني تاني إن أنا أعيد الأناليسز أو أعيد الديزاين. هنتكلم على كل المراحل دي، وهنتكلم على اللايف سايكل دي عاملة إزاي في لكتشر 5. في لكتشر 6 هنتكلم على، طيب احنا اتكلمنا في الفور لكتشرز الاولانيين على يعني ايه انفورميشن سيستم، وايه اهميه الانفورميشن سيستمز لدراسه وتحليل الظواهر الاجتماعيه او في السوشيال ساينسز ان جنرال. بعد كده اتكلمنا على الكومبوننتس اوف انفورميشن سيستمز. بعد كده اتكلمنا على اللايف سايكل that we have to pass by in order to develop an information system. طب جميل جدا، طيب هل كل الانفورميشن سيستمز ليها نفس اللايف سايكلز؟ ايوه. طب هل كل الانفورميشن سيستمز ليها نفس البيزك كومبوننتس اللي اتكلمنا عنهم؟ ايوه. لكن هل كل الانفورميشن سيستمز اوف ذا سيم تايب؟ لا، عندنا سيفرال تايبس اوف انفورميشن سيستمز كلهم بيشتركوا في ان كلهم ليهم نفس اللايف سايكل، كلهم ليهم نفس الكومبوننتس، ولكن الاوتبوت مختلف، وبالتالي الهدف من استخدام الاي اس او الانفورميشن سيستم ده هيبقى مختلف. فبيزد اون انا عايزه ايه من الانفورميشن سيستم ده، ببتدي اختار نوع الانفورميشن سيستم اللي انا هطبقه. فهندرس مع بعض في لكتشر 6 وفي لكتشر 7 هندرس 6 تايبس اور 6 ديفرنت تايبس اوف انفورميشن سيستم. هندرس حاجه اسمها الترانزاكشن بروسيسنج سيستم اور تي بي اس، هندرس حاجه اسمها ديبارتمنتال انفورميشن سيستمز اور دي اي اس، هندرس حاجه اسمها الانتربرايز ريسورس بلاننج او الاي ار بي، هندرس حاجه اسمها الانتر اورجانيزيشنال سيستمز او الاي او اس، وهندرس الاي كوميرس اند اي جوفرمنت سيستمز، وهندرس برضو الجيوغرافيكال انفورميشن سيستمز اور الجي اي اس. دول 6 اور 7 ديفرنت تايبس اوف انفورميشن سيستم. ايتش تايب هاز اتس سبيسيفيك جول اند اتس سبيسيفيك تايب اوف اوتبوت. في ليكتشر 8 هنبتدي بقى نخش جزء اعمق شويه. احنا قلنا ان في مكون من الاربع مكونات بتوع الانفورميشن سيستم، هو مكون رئيسي فكره الداتا. اي انفورميشن سيستم هو نظام معلومات. يعني ايه نظام معلومات؟ يعني سيستم بيطلع لي بمعلومه، بيطلع لي بانفورميشن. طيب in order to extract this piece of information we need data. انا هطلع بالمعلومه دي منين؟ علشان استخرج المعلومه دي انا محتاج وجود داتا او بيانات. بس هل الداتا دي بتتساب عشوائي كده، ولا احنا بنتكلم اصلا في الاساس على تايب اوف موديلنج؟ يعني انا ليه اساسا بستخدم انفورميشن سيستم؟ وايه الانفورميشن سيستم؟ هي نوع من انواع الموديلنج اللي ممكن يتم للسوشيال فينومينا او السوشيال اورجانيزيشنز. فلو انا بعمل موديلنج والديتا هي مكون اساسي من مكونات الانفورميشن سيستمز، وبالتالي يبقى لازم اتكلم على الديتا مودلز. ففي لكتشر 8 هنتكلم على الكونسبت اوف داتا مودلز، يعني ايه داتا مودلز، وهنقول ان احنا عندنا 3 different types of data models. عندي conceptual data models، عندي representational and logical data models، and عندي ال physical data model او ال data model اللي بيتم تطبيقه بقى فعلا على ارض الواقع. بعد ما بنشرح يعني ايه data models وايه هي ال different types of data models، هنبتدي بقى نمشي عليهم واحدة واحدة. فهنبدأ بال conceptual data model، وهنتكلم على specific type of conceptual data model اللي هو ال entity relation relationship model او ال ER model. بعد كده في lecture 10 هنتكلم على ال design principles of ER models and the constraints اللي بتفرض على ال design بتاع ال ER model. في lecture 11 هنبتدي نتكلم على ال enhanced ER model, how to enhance the entity relationship model that we have designed علشان يسيرف اكتر في اتخاذ القرار. ده اللي احنا هنتكلم فيه. في لكتشر 12 هنتكلم على الاوبجكت اورينتد ابروتش تو داتا مودلز، وبالتالي الانهانسد اي ار موديل ده ازاي احط عليه كونسترينز معينه، بس الكونسترينز دي واخده مفاهيم من مفاهيم الاوبجكت اورينتد ابروتش بوجه عام. في lecture 13 هنتكلم على different type of data model اللي هو relational data model، او نقدر نقول عليه representational data model اللي اتكلمنا فيه من شوية.
في لكتشر 14 بقى هنبتدي نشوف ازاي بعمل مابينج للانهانسد اي ار موديل اللي احنا اتكلمنا عنه ده ككونسبتوال داتا موديل انتو ريليشنال داتا موديل. يبقى احنا كده خدنا تو تايبس اوف داتا مودلز، سواء الاي ار موديل ككونسبتوال داتا موديل والريليشنال داتا موديل كريبريزنتيشنال داتا موديل، وازاي اعمل مابينج ما بين التو تايبس اوف داتا مودلز. في ليكتشر 15 هنبتدي نتكلم على حاجه اسمها البيزنس انتليجنس، اللي هو خدوا بالكم بقى من ليكتشر 15 ده، انا من اول ليكتشر 15 هبتدي اتكلم على ابلكيشنز. يعني ال 14 ليكتشرز اللي فاتوا انت بتدرس فيهم كونسبتس، مين كونسبتس اور بيزك كونسبتس نيدد تو اندرستاند how to create an information system and what is an information system and what are the basic components of an information systems and the basic types of information systems and how to build an information system. So after building an information system, يعني بعد ما خلاص اتعرفت على الحاجات دي كلها في الاربعتاشر محاضرة اللي فاتوا، مفروض ان هم بيوصلوني اني مش بس افهم يعني ايه انفورميشن سيستم واعرف كل المفاهيم او الكونسبتس الخاصه بيه، لكن كمان ازاي اعمل انفورميشن سيستم. طب جميل، احنا خلصنا 14 محاضره عرفنا فيهم هاو تو بيلد ان انفورميشن سيستم، هستخدم ده في ايه؟ فالست محاضرات الاخيره في السيمستر هتتكلم عن mainly applications. فأول حاجة بس لازم نتكلم على مفهوم البيزنس انتليجنس، اللي هو ازاي استخدم الـ IS او الـ information systems في to support business، بس مش مقصود بيها business اللي هو البيزنس بس، لكن to support any intelligent system in general يعني. فهنتكلم على البيزنس انتليجنس، هنتكلم على الـ sources of business intelligence والـ sources of data، يعني ايه هي الداتا النيدد او اللي انا محتاجاها علشان ابيلد بزنس انتليجنت فريم ورك، وبالتالي ايه سورسز اوف ذيس داتا او اجيب الداتا دي ازاي. وهنتكلم بقى على الانترنت داتا، وهنتكلم على حاجات كتير جدا في ليكتشر 17. طبعا ما ينفعش ابقى بتكلم على بزنس انتليجنس اللي هو احد السورسز اوف داتا فور بزنس انتليجنس هي الانترنت داتا، والإنترنت ديتا هي بيج ديتا أو بيانات ضخمة، حجم ضخم من البيانات، فما ينفعش أبقى بدرس information systems وما بتكلمش على البيج ديتا analytics أو إزاي بنعمل analysis لبيانات الإنترنت أو البيج ديتا. طبعا كل حاجة من دول، كل محاضرة من دول علم كامل يا جماعة، فإحنا هنبقى بس بناخد المفاهيم الأساسية أو how to apply the concepts اللي احنا درسناها في information system in order to understand what is big data analytics وإيه التشابهات اللي احنا ممكن نطلع بيها. لأنه عايز أقول لكم حاجة، يعني لو انت ناوي تكمل في track big data analysis والdata science in general، لو انت ناوي تكمل في التراك ده، ف اول خطوه بتعملها ان انت لازم تبقى دارس كويس قوي انفورميشن سيستمز. يعني ما ينفعش اقول ان انا هشتغل في الديتا ساينس او في علوم البيانات او علوم الديتا من غير اصلا ما اكون عندي كونسبت عن يعني ايه داتا مودلز، يعني ايه داتابيزز، يعني ايه انفورميشن سيستمز اند هاو تو موديل ذيس داتا ان اوردر تو كرييت ان انفورميشن سيستم ذات هاف ا سبيسيفيك تارجت فور اكزامبل. فاحنا دراستنا في ال 14 ليكتشر الاولانيين هتخدم على اننا نفهم يعني ايه بزنس انتليجنس، يعني ايه بيج داتا اناليتكس. بعد كده هنتكلم على الداتا ساينس، وهو علم من العلوم قايم على حاجتين، هو قايم على البيج داتا اناليسز وقايم على الارتفيشال انتليجنس. فاحنا هنتكلم الاول على البيج داتا اناليتكس في ليكتشر 17. في ليكتشر 18 هنتكلم على الداتا ساينس كداتا ساينس كساينس يعني كعلم، والديتا ساينس هيستخدم البيج داتا لكن كمان هيستخدم التكنيكس اوف ارتفيشال انتليجنس ان اوردر تو انالايز اند تو اندرستاند ذيس بيج داتا. فلازم في ليكتشر 19 نتكلم على الموست ريسنت تايب اوف انفورميشن اور موست مودرن تايب اوف انفورميشن سيستمز ويتش از intelligent information systems، وبيختصروها انها بيقولوا عليها الانتليجنت سيستمز او النظم الذكيه. طيب النظم الذكيه دي هي عباره عن انفورميشن سيستمز برضو، لكن بيستخدم معاها الارتفيشال انتليجنس زي ما قلت لكم. فلما بدمج البيج داتا مع الارتفيشال انتليجنس
استخدام الداتا ساينس بينتج لي في الاخر مش انفورميشن سيستمز عاديه، لكن بينتج لي نظم ذكيه. فهنفهم يعني ايه انتليجنت سيستمز، وفليكتشر 20 اللي هي من وجهه نظري انا ذا موست انترستينج ليكتشر في السمستر ده كله، اكتر محاضره ممتعه في السمستر كله هي ليكتشر 20، لان هي بقى اللي هتبتدي تقول لي نماذج كده عن modern applications of intelligent systems. يعني كل اللي احنا درسناه اصلا في 18 محاضرة عشان يوصلني للمحاضرة رقم 19 اللي بتقولي بقى احدث حاجة في الدنيا هو ان انا استخدم 18 محاضرة اللي فاتوا دول ازاي عشان ابني نظام ذكي. طب انا بقى هبني نظام ذكي ليه؟ اكيد له applications. هنتكلم على الإيكونوميك applications of intelligent systems، هنتكلم على political applications of intelligent systems، هنتكلم على medical application of intelligent systems، وهنشوف COVID-19 أو فيروس كورونا تم التعامل إزاي معاه من خلال intelligent systems دي. هنشوف كمان الـ security and defense applications of information systems or intelligent systems. فlecture 20 هيبقى فيها عدد من الابليكيشنز اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله، وفعلا هتكون very interesting. انا بالنسبه لي انا بتبقى the most interesting lecture في السمستر كله، واعتقد انها كمان بالنسبه لكم هتبقى من اكتر المحاضرات الممتعه ان شاء الله. اخر حاجه عايزه اقولها بس، احنا السمستر ده وعموما مش بس السمستر ده يعني الكورس ده نظام التقييم فيه بيبقى طبعا في جزء خاص بامتحانات الميد تيرم، لكن الاعمال السنه او الكلاس وورك بيبقى بيزد اون ريسيرش بروجكت. الكلام ده كان من قبل كورونا على فكره يا جماعه، الكلام ده من يوم ما الماده دي اتعملت، لانه اسم الماده ابلايد انفورميشن سيستمز، وبالتالي انا بحاسب حضرتك على ايه؟ انا بحاسب حضرتك على قدرتك على تو ابلاي، يعني قدرتك على تنفيذ او تطبيق اللي انت درسته في الانفورميشن سيستم بشكل يخدم البشرية وبشكل يخدم فهمنا للظواهر الاجتماعية ودراستنا للعلوم الاجتماعية. فريسيرش بروجيكتس اللي حضراتكم مطلوب منكم انكم تعملوها او تسلموها بنهاية السمستر، وطبعا الكالندر هنشرحها ان شاء الله في المحاضرة الجاية، يعني خلال المحاضرة الجاية هنتكلم مع بعض او هندسكاس مع بعض الكالندر بتاعت السمستر، ونشوف متوقع الميد ترم يبقى ازاي وامتى، متوقع الدرجات تبقى متقسمه ازاي، الريسيرش بروجكتس ايه الريكويرمنتس بتاعتها، يعني هنتكلم كتير عن ده ان شاء الله المحاضره الجايه. لكن مبدئيا لازم تبقوا عارفين انه المخرج الاساسي بالنسبه لي انا شخصيا من الكورس ده هو ان حضرتك تطبق كل اللي انت درسته، انك تعمل انفورميشن سيستم حقيقي بس يكون بيخدم على الميجر بتاعك اللي هو سواء كان economics أو statistics أو political science. أنا بشكركم شكرا جزيلا. ده الإيميل بتاعي amira.tawadros@fabs.edu.eg. أتمنى أن حضراتكم لو في أي استفسار أو حاجة مبدئيا تبعتولي عليه بشكل مستمر. الassignments هتبقى فيه مجموعة من الassignments خلال السمستر برضو تبعتوها لي على الإيميل ده. كمان في يوتيوب تشانل، انا يعني بحاول كل فتره انزل المحاضرات، هي طبعا المحاضرات لازم هتنزل لكم على المنصه بتاعت الجامعه وتنزل على منصه الكليه وبتنزل على بلاك بورد كمان المنصه الالكترونيه الجديده، لكن برضو في بعض الفيديوهات الاخرى على اليوتيوب تشانل هبقى اقول لكم عليها. في فيديوهات مثلا تقعدوا تتفرجوا عليها وتعملوا لها اناليسز وبعد كده نتناقش فيها مع بعض خلال السمستر. فاليوتيوب تشانل بتاعتي اسمها اميره تودرس زي ما هي مكتوبه قدامكم كده بنفس السبيلنج. اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره الجايه، ولو في اي استفسار او اي سؤال بخصوص السمستر وبخصوص الكورس طبعا ده انا هرحب بحضراتكم على الايميل اللي موجود قدامنا دلوقتي. شكرا جزيلا، وأشوفكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة.